أما عن أخبار وزارة الداخلية، فنشرت وزارة الداخلية فيديو امبارح بيوضح جهود أجهزة الأمن على مستوى الجمهورية وأبرز القضايا اللي تم ضبطها في مجال الأمن العام والمخدرات خلال أسبوع. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 417 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 24 مديرية أمن، وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل، خطف. وضبط معهم 178 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 60 متهماً وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 621 قطعة سلاح ناري، أبرزها رشاش، 79 بندقية، 63 بندقية آلية، و26 مسدساً، و452 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، و80 خزينة، إضافة ل 1300 قطعة سلاح أبيض. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 381,247 حكماً قضائياً، من بينهم 1,259 حكم جناية و144,995 حكم حبس و182,033 حكم غرامة و52,960 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 9 تشكيلات عصابية ضمت 36 متهماً قاموا بارتكاب 38 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 87 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 147 متهماً. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 991 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها أكثر من 164 كيلوغرام من مخدر الحشيش وما يقرب من 272 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر، وكمية من مخدر الهيروين وزنت ما يزيد عن 24 كيلوغرام، وضبط قرابة 6 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو، إضافة إلى أكثر من 7.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 25,504 قرص مؤثر، و5,152 قرصة ترامادول مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 20 مليون جنيه.